هاي هاي يا جماعة، النهاردة بارت أعمل معاكم حاجة، بقى شارك حاجة أنا بحبها. هركب، أنا بحب تركيب الحاجات عموما، يعني بقى مشتري الدولاب ده من أمازون. دولاب صغير عبارة عن 170 متر في 50، حاجة صغيرة كده. طبعا عندي دولاب الخشب الكبير بس مش مكفي حاجتي. في كراكيب كتير بره، فقررت بعدين بكل الكراكيب دي وهحطها في الدولاب الصغير دوت. اشتريته من أمازون ألمانيا. فوت هبتدي اركبه بقى، بس محضره معايا حاجتي، عده ايكيا. دي من ايكيا، فيها كل حاجه تقريبا، دي كل انواع رؤوس المفكات يعني. وده مفك مغناطيس بيركب فيه الراس اللي انت عايزها. انا بحب العده دي جدا، عمليه ويعني مو حاله مشفكتي في حياتي. ومحضره برضو عده تانيه ان كيس احتاجناها، دريل. والدريل ده مش بس بيخرم في الحيطان، ده عنده برضو روس مفكات بتربط بيها المسامير، يعني انت ممكن تربط بالمسامير. هو مش عملي قوي الصراحة، يعني انا بحب اربط بايديا عشان احس بالحاجة واعرف هي وصلت فين، يعني في الخشب او في الحديد او ايا كان اللي بشتغل عليه. طبعا مهم جدا كصنايعي ان انا يعني ادلع نفسي، فمعايا عدة اهي، عدة ابتلاع، مية، شاي، مكسرات، مش عارفة ايه. الواحد ما يعرفش الحاجات دي ابتدي فيها دلوقتي خلص فيها امتى، الله اعلم، يعني ساعات بتقعد معايا باللي المهم بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح ونطلع الدولاب من كرتونته. في موقع امازون مكتوب ان هو شكاوي، يعني ان الرامبل ان هو صعب في تركيبه. انا مش عارفه، انا ما اعتقدش ان في حاجه ممكن تبقى اصعب من ايكيا. ايكيا يعني ليفل الوحش في التركيب، بيبقى مسمار نفسه وهتركب له حاجه عشان يكمل ويبقى مسمار، فيعني ما اعتقدش ان في حد هيعدي على ايكيا في الموضوع ده. الكتالوج اهو، هو عباره عن مكعبات بتبنيها وبعدين تركب لها البيبان. اول حاجه بحب اعملها اول ما افتح ان انا اطلع كل الحاجات وعدها واتاكد ان هو نفس العدد اللي في الكتالوج، عشان حصل معايا كذا مره قبل كده مشاكل، ابني حاجه واقعد اتعب فيها بالساعات وفي الاخر يطلع ناقص فيها حاجه وعيب مصنع يعني. فالموضوع ده يعني علمني بقى ان انا قبل ما ابدا اي حاجه اتاكد ان كل الحاجات كامله وموجوده. واضح ان العده اللي انا عمال احضر فيها واجيبها ملهاش اي لازمه خالص، مفيش اي مسامير، مفيش اي مفكات، وعباره عن مفصلات بلاستيك. مفيش اي حاجه، انا زي الليجو كده بالظبط، مفصلات وبنوصل فيها الحاجه. هو طلع مشمع، يعني طلع مشمع قوي، يعني عباره عن مثلا اطار من الصاج او الحديد بتغطي بمشمع. مكنتش متخيله كده، كنت متخيله انه هيطلع حاجه اشد شويه، بس شغال. وطلع لوني اسود، وانا كنت متخيله ان هو ابيض عشان الواجهه بتاعته بيضاء، يعني في امازون لما اشتريته، بس طلع ان البيبان بس هي اللي بيضاء، لكن المكعبات كلها سوداء. بسم الله، بدات اهو بالصف الاول، الارضيه. وسبحان الله عندي طولة بال عجيبه للحاجات دي، يعني عندي طولة بال بشكل مش ممكن، يعني ممكن اقعد بالايام والليالي اركب في حاجه ما اسيبهاش لما تركب وتبقى مظبوطه 100%. في حين مثلا ان انا ما عنديش ابدا طول بال اقف في مطبخ دقيقه على بعض كده، يعني لا بغسل مواعين ولا بعمل اكل ولا، سبحان الله. مجمع النظافه جوزي بقى العكس، جوزي بيحب يقف في المطبخ يعمل اكل بيغسل مواعين، بس ما بيكره جدا الحاجات دي، ولا يمد ايده في اي حاجه فيها ترتيب، فيها مفك، فيها ماني، ولا يقعد يقرا ويرك، يا لهوي بيكره الموضوع ده جدا. الموضوع بيقلب معايا بجو بازل بقى وجو ليجو وميكانو ومش عارفة ايه. فلا يعني انا بحب اركب الحاجة حتى مهما كانت كبيرة، يعني حتى قط النوم بتاعتنا الاصلية يعني كنا جايبينها من ايكيا، جبنا دولاب كبير وقطة نوم كبيرة، سرير كبير. فمامة جوزي حماتي قالت له ما اتخانقت معايا، قالت له ما تخليهاش تمد ايدها وتبوظ الحاجة، عشان هي يعني هي طبعا مش واثقة ان انا هعرف اركب الحاجة، ما تعرفنيش لسه. ف قالت له الموضوع هيبقى كبير قوي، انت محتاج نجار، انت اصلا شخصيا مش هتعرف تركبه، مش عارفه ايه. والله يا جماعه قعدت ركبت كله لوحدي، الدولاب نصبت كله لوحدي،
والسرير نصبت كله لوحدي. وقعدت مثلا بتاع في الموضوع ده بس من اول اليوم لحد بالليل متاخر، مثلا قعدت لي بتاع 12 ساعه تقريبا متواصل عماله بقى افك واركب بخط. المهم كده انا هنا خلصت الدور الاولاني، ببدا في الدور التاني وبركبه. كده ركبت كل الادوار والسقف وبركب البيبان. البيبان بينهم فصلات تشبكها في بعضيها عشان تقفل، وده حاجة عظيمة يعني، لأن كنت عايزة أقسمه يبقى درفتين أو يعني صفين مكعبات يتعملوا حاجات أعلقها، وصف أو درفة تتعمل رفوف. فالرفوف طبعا هيبقى حلو معها الباب اللي يتفتح ويتقفل لوحده دوت، لكن لما يبقوا حاجة تتعلق طبعا مش رفوف، فأنا مش حالة افتح كل باب وقفله لوحده. موضوع المفصلات ده عملي جدا، بخلي البيبان مع بعض كلها كأنها ضربة واحدة. في مغناطيس بيتركب على المفصلات علشان الباب يقفل كويس. كل مفصلة ليها 4 مغناطيسات، ما تيجي تقفل الباب بيبقى في حتة صار كده باينة، الحتة صار دي بتلبس في المغناطيس فالباب بيتقفل كويس. هنا محتاجة أتأكد إن كل حاجة قافلة في مكانها ولابسة في مكانها في المفصلات، عشان خاطر هو نايل شوية عايزة يتعدل، وعشان خاطر البيبان تقفل معايا كويس، لأن برضو مش مظبوطة. هم واقفين شاكوش صغير كده مع الحاجة، شكله شاكوش يابا، فشكلي هدق بيه الحاجة، مش دق يعني، بس اللي هو زق الحاجة بس عشان تركب في مكانها بشوية عنف بسيط يعني. تاتا خلص يا جماعة، ده شكله النهائي بعد ما خلص. ينفع يتحط برضو في المكتب على فكرة، بس مش محتاجة حاجة في المكتب عندي. دي الحاجة وهي متعلقة فيه من جوة، الضرفتين اللي انا كنت عايزاهم اعلق فين، ودي بقى ايه رفوف كل رف ليه باب بيتفتح لوحده. وطبعا طردت جوزي بالدولاب الكبير، هو يعيش حياته هو بقى مع الدولاب ده.